بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، وبعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم، أشرف إن شاء الله أن أنا أكون معكم في محاضرة عن التيسير في الحج. هنشرح إن شاء الله في محاضرتنا بعض الأحكام الخاصة بالحج، وكيف أن الشرع الشريف يسر علينا في هذا الأمر. إحنا طبعا كلنا عارفين أن التيسير مبدأ إسلامي أصيل في هذا الدين. الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أو أراد بهذه الأمة اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وسيدنا النبي يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فمنهج الإسلام قائم على التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم، وأي حاجة فيها مشقة على العباد أو فيها تعب أو فيها إرهاق فيأتي الشرع الشريف ليخفف عن الناس. عشان كده الفقهاء وضعوا قاعدة مهمة جدا بيقولوا فيها المشقة تجلب التيسير. يعني لما الإنسان بيكون يعني بيعمل عمل معين أو عبادة معينة وبعدين يقع في مشقة أو في التعب أو في إرهاق، فهذه المشقة وهذا الإرهاق يستوجب التيسير فورا. إنسان صايم وفجأة تعب أو حصلت له مشكلة صحية يبقى لازم يفطر، وهكذا المشقة تجلب التيسير. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فأمور الدين كلها يا جماعة مبنية على التيسير. وإحنا عندنا ركن عظيم جدا من أركان الدين وهو الحج، من أعظم أركان الدين وأحد أركان الدين الخمسة الأساسية ركن الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج مع عظمه ومقداره العالي عند الله سبحانه وتعالى إلا إنه هو في مشقة كبيرة جدا، مشقة مالية ومشقة جسدية إلى آخره. فلذلك يتدخل الشرع الشريف لرفع هذه المشقة وهذا الحرج عن الناس في أيام الحج. طبعا عارفين كلنا نفسنا نروح الحج، لكن المكان هناك بيكون زحمة جدا والشعائر زحمة جدا، فلازم كل واحد ياخد من شعائر الحج القدر اللي يخفف بيه على نفسه واللي ما يوقعش نفسه في حرج أو في مشقة. يريد الله بكم اليسر، فيأتي هذا الكتاب لمعالجة هذا الأمر وطرح أهم القضايا الخاصة بالحج أو العمرة للتيسير على الناس. فأول حاجة لازم نعرفها لما نروح نحج إن شاء الله ولما نذهب إلى بيت الله الحرام، وربنا يرزقنا جميعا حج البيت الحرام، إن إحنا نيسر على نفسنا قدر الإمكان، لأن الأعمال هناك ممكن تكون شقة جدا جدا، خاصة في ظل هذا الزحام الشديد، وخاصة مع المرضى وأصحاب الأعذار والناس الكبار في السن. فأنا لازم قبل ما أروح أكون دارس المسائل دي كويس وفاهم أحكامها كويس وعارف إمتى أعمل إيه وإمتى ما أعملش، عشان ما وقعش نفسي في حرج وما وقعش نفسي في مشقة ممكن تخليني ما أعملش العبادة أصلا، في حين أن أنا ممكن أعملها بكل سهولة وبكل تيسير. الدين مبني على كده، مبني على التيسير. وستينا عائشة بتقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يعني في أمر واحد شديد شوية واحد فيه تيسير، فسيدنا النبي يختار، قال يختار اللي فيه تيسير. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. طيب إحنا عندنا في أول الكتاب تمهيد كده موجز عن بعض أعمال الحج أو عن أعمال الحج باختصار. يعني الحج إزاي بصورة مختصرة؟ أول حاجة الإنسان لازم يعملها لما ينوي إن شاء الله أنه يحج، أنه لابد أن يتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعلن التوبة الصادقة لله عز وجل قبل الذهاب إلى بيت الله الحرام. ولو علي أي مظلمة، أي ديون، أي حق لأي إنسان، أحاول بقدر الإمكان إن أنا أتحلل من هذا الحق ومن هذا الدين. ليه يا جماعة؟ لأن رحلة السفر إلى بيت الله الحرام بمثابة الرحلة إلى الدار الآخرة. إحنا بنتشبه
بالرحلة أو بنتشبه في رحلتنا هذه بالرحلة إلى الدار الآخرة، بنلبس أبيض كلبس الكفن وبنتحلل من كل شيء وبنترك كل شيء وبنتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا رايح هناك عشان ربنا يغفر لي كل ذنوبي ويرجعني من الحج ده زي ما أمي ولدتني، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لمن حج فلم يرفث ولم يفسق. فأنا لازم أتحلل من كل المظالم الأول، من كل الديون، من كل الحقوق، وأعلن التوبة لله سبحانه وتعالى. أنا رايح ليه؟ أخلص نيتي لربنا. أنا رايح مش عشان الرياء والسمعة ويقولوا لي الحج فلان راح والحج فلان جه، كل الكلام ده ليس له قيمة. أنا رايح لربنا، فلازم أطهر نفسي كويس وصف نيتي كويس وأخلص في نيتي لله عز وجل. فأول حاجة بعملها إن أنا بأتوب إلى الله عز وجل ورجع كل الحقوق إلى أصحابها. وبعد كده بقى أول ما وقت الحج بيجي فيسن للحاج أنه يدخل يغتسل غسل الإحرام، لو مش عايز يغتسل يتوضى ما فيش أي مشكلة، وبعد كده يلبس ملابس الإحرام. وملابس الإحرام طبعا للرجال غير النساء، النساء بتلبس أي حاجة ما فيش مشكلة، لكن الرجل بيلبس لبس معين اللي هو الإزار والرداء اللي احنا كلنا عارفينه، ما يكونش فيه خيط، ما يكونش فيه كل هذه الأمور، هو كده عبارة عن شال كده بيتلبس فوق وشال بيتلبس تحت وخلاص، إزار ورداء. بلبس الإحرام وبعد كده بأنوي الإحرام للحج أو للعمرة حسب ما أنا رايح، وبعد كده بصلي ركعتين سنة الإحرام، دول سنة. طب لو ما صليتهمش مش مشكلة، وببدأ بقى أنوي الإحرام، اللهم إني نويت الحج أو العمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، حسب ما هنقول دلوقتي النية إن شاء الله في الحج أو أعمال الحج إيه بالضبط. يبقى أول حاجة أنا بأحرم. أحرم منين؟ أحرم من البيت عادي ما فيش مشكلة، وده احتياطا أفضل، لأن أنا لو أنا راكب الطيارة وعديت من على الميقات ممكن تحصل مشكلة، نسيت أنوي بعد كده أو نسيت أحرم، فأنا احتياطا ينفع أنوي من البيت وينفع أنوي من المطار. من البيت أنا لبست كل لبس الإحرام بتاعي وصليت ركعتين وأحرمت، فهنا لما أحرمت بالحج في حاجات بقى أصبحت محرمة عليا، ما ينفعش أقص ضوافري أو أخد من شعري أو أعمل أي حاجة أو أحط برفان أو الكلام ده كله، خلاص كل الحاجات دي أعملها قبل ما أنوي الإحرام، لكن نويت الإحرام خلاص أصبحت كل هذه الحاجات محرمة علي ما ينفعش أعملها. طيب أنا ممكن ألبس لبس الإحرام وكل حاجة، أو ممكن أخد لبس الإحرام ده وألبس في المطار وأنوي إحرام الحج من المطار، ما فيش أي مشكلة خالص. ممكن أنوي وأنا في الطيارة عند الميقات برضو، ما فيش حاجة خالص. المهم أنك أنت الوقت اللي هتحرم فيه أنت كده بتلزم نفسك، فما ينفعش تعمل أي حاجة مخالفة للإحرام زي تقليم الأظافر أو أخذ شيء من الشعر. طيب النية في الحج على أقسام، على ثلاث أقسام. في حاجة اسمها نية الإفراد، إن أنا عايز أروح أعمل حج فقط، فهنا أنا بنوي نية الإفراد يعني حج فقط، وده في الغالب للي بيسافروا مثلا يوم 8 أو يوم 9 على طول على عرفة، يعني إنسان مسافر يوم 8 ذي الحجة، فده هينزل ما عندوش وقت إن هو يعمل عمرة، هو رايح للحج فورا وعايز يرجع بسرعة، فده بينوي الإفراد فقط، الحج فقط، وبالتالي هيروح يعمل كل أعمال الحج ويرجع ما فيش أي مشكلة وما عليهوش أي شيء. في بعد كده حاجة اسمها نية التمتع. التمتع يعني أنوي العمرة والحج مع بعض بس بإحرامين. زي أغلبنا هنا في مصر ما بيعمل الكلام ده، إحنا بنسافر قبل العيد الكبير بثلاث أربعة أيام، خمس أيام، عشر أيام، بنلبس لبس الإحرام من البيت وبننزل في مكة، بنحط الشرط مثلا في الفندق وبنتوجه إلى مكة، بنعمل العمرة بتاعتنا، بنطوف وبنسعى وبنحلق رأسنا وبعد كده نتحلل من عمرتنا وبنتعامل طبيعي جدا في مكة لحد يوم 8 ذي الحجة، وأول ما يجي 8 ذي الحجة بنلبس لبس الإحرام تاني وبننوي الحج من وإحنا قاعدين في الفندق بتاعنا، فده اسمه حج التمتع، أنوي الحج والعمرة بس بإحرامين، وده اللي بدفع بعد كده عليه الهدي. طب القران، القران ان انا انوي الحج والعمره بس باحرام واحد، فانا هروح اعمل العمره وهفضل لابس الاحرام وهفضل على احرامي لحد ما يجي يوم 8 واشتغل في الحج، بس ده ممكن يكون فيه مشقه شويه، عشان كده احنا اغلبنا دلوقتي بيعمل موضوع التمتع، او في ناس كتيره بتعمل التمتع ان هي بتعمل عمره وبتتحلل وبعد كده تبدا تدخل في الحج تاني. ده باختصار نية الحج. يبقى نية الحج إما إفراد إما تمتع إما قران. الإفراد يعني أنا بنوي الحج فقط وبحج فقط، التمتع بنوي الحج والعمرة بس بإحرامين، القران حج وعمرة بس بإحرام واحد.
وفي القران والتمتع انا بدفع الهدي اللي هو الصك. طيب ما معيش فلوس اذبح هناك، فخلاص بصوم 10 ايام، بصوم 3 ايام هناك في الحج قبل يوم عرفه، و10 ايام او 7 ايام بعد ما ارجع من مكه. اول ما بدخل بقى يا جماعه، انا دلوقتي هنعتبر زي يعني اغلب الناس دلوقتي بيروحوا، اللي بيروحوا على مكه على طول طبعا بينمو العمره والحج. فبعمل ايه؟ بنوي الاحرام من هنا في البيت او في المطار او على الميقات، ما فيش اي مشكله. العمره والحج بتاعتي، اول ما بنزل بحط الشنط في الفندق، وبعد كده بتوجه الى الكعبه المشرفه. عند التوجه إلى الكعبة المشرفة وعند رؤية الكعبة إن شاء الله لنا دعاء مستجاب، فنتوجه إلى الله عند رؤية الكعبة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا إن شاء الله يستجيب لنا بإذن الله. وأبدأ أقول هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وببدأ أدخل في عند الكعبة من عند الحجر الأسود، وأبدأ أطوف 7 مرات. خلي الحجر الأسود على شمالي، لو قدرت أقبله أو أسلم عليه وادع عنده وكبر خير وبركة، ما قدرتش يبقى أنا ما زاحمش عشان ما أعملش مشكلة. تقبيل الحجر يا جماعة ولمس الحجر ده سنة، وعدم أذية الخلق ده فرض. فأنا ما ينفعش أزاحم وأضرب ده كوع وأضرب ده بوكس عشان أوصل للحجر، يبقى أنا كده عملت معصية. يبقى انا ما اروحش للحجر الا اذا كان مروحي للحجر مش هيسبب مشكله، في زحام شديد خاصه للنساء، في زحام شديد يبقى من اي حته موزه للحجر كده بشاور واكبر وابدا في الطواف. في لفته كده يعني سريعه، ان احنا بنطوف عكس عقارب الساعه، بنلف الورا، بنلف شمال. والسنة إن سيدنا النبي كان يبدأ بالميامن، كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يبدأ باليمين، أي حاجة يقدم فيها اليمين خاصة الحاجات المشرفة والمكرمة سيدنا النبي بيبدأ فيها باليمين. لماذا جعل الطواف ناحية اليسار؟ قال لعدة معاني كده لطيفة. أول حاجة أن من المعاني اللطيفة اللي لازم نستشعرها وإحنا بنطوف يا جماعة، إن القلب ناحية اليسار، وأنا بلف يسار أو شمال لأجل أن يتصل القلب ببيت الله سبحانه وتعالى الحرام، عكس أنا لو لفيت يمين قلبي بعيد عن البيت. فكأن في إشارة خفية هنا ناخد بالنا منها وإحنا بنطوف، إن أنا لازم أعلق قلبي بهذا البيت المعظم، ده بيت ربنا، فلازم قلبي يكون متعلق بيه وملتصق بيه، بالتالي أنا ما بشغلش قلبي وأنا بطوف إلا بربنا سبحانه وتعالى، إلا بصاحب هذا البيت. فدي لفتة. اللفتة الثانية ان احنا كأننا بنطوف برضو عكس عقارب الساعة، بننسجم مع الكون كله، الكون كله بيطوف عكس عقارب الساعة، الارض والشمس والقمر والمجرة كلها، كأن احنا في حالة انسجام مع الكون كله الذي يسبح الله سبحانه وتعالى، فكأن احنا بنشترك كده او بنشترك مع كون ربنا في تسبيحه. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بطوف 7 مرات حول البيت الحرام، وبعد ما بخلص الطواف بتاعي طبعا لو قدرت امسك الركن اليماني ويعني وادعي هناك، وطبعا ادعي من الركن اليماني الحجر الاسود، انا شغال في دعاء في الطواف، انا برضو بدعي وبقدر الامكان ما اشغلش نفسي بحاجه في الطواف الا بذكر ربنا، قراءه القران، الاستغفار، الدعاء، كل الامور دي يباح لي ان انا اتكلم. سيدنا النبي يقول في الحديث الشريف: الطواف كالصلاه الا انكم تكلمون فيه. يعني الصلاة الطواف زي الصلاة، لكن الصلاة ما ينفعش أتكلم فيها، لكن الطواف ينفع أتكلم. فأبيح للإنسان أن يتكلم في الطواف، لكن بقدر الإمكان أنا مش هتكلم إلا لو في ضرورة. أنا هنا أنا في عبادة، أشغل كل دقيقة بطوف فيها بالذكر والدعاء والاستغفار لله سبحانه وتعالى. بعد ما خلصت الطواف حول الكعبة 7 مرات، أروح خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وصلي 2 ركعة سنة الطواف. والركعتين دول سنة عند جمهور الفقهاء والمذهب الحنفي، بيقول دول واجب يعني لازم أصليهم. أصليهم خلف المقام لو قادر أصلي خلف المقام أو فيه متسع أو ما فيش زحمة. طب المكان زحمة جدا جدا، صليهم في أي مكان في الحرم الشريف. بعد ما طفت
بروح أسعى بين الصفا والمروة، أسعى بين الصفا والمروة، أبدأ بجبل الصفا وحول وشي ناحية البيت الحرام وكبر وادعي، وأبدأ أمشي ناحية المروة، أدي كده شوط، أرجع شوط تاني من المروة للصفا، أدي كده شوط تاني، على الحال ده 7 مرات. في حاجة كده بين الصفا والمروة اسمها الميل الأخضر، يعني كده كم متر كده محطوط لهم علامة خضراء في السقف. فعند الميل الأخضر ده الرجالة تسرع شوية، لو أنا كرجل بسعى فأجي في الحتة دي أسرع الخطوة شوية، لكن الستات لا، يمشوا على مهلهم زي ما هم بيمشوا. فيسن الرمل والمشي بسرعة شوية بين الميلين الأخضرين للرجال دون النساء. وقالوا كده يعني برضو كده لفتة إن السيدة هاجر عليها السلام أم سيدنا إسماعيل كفت النساء الرمل في هذا المكان، لأن السيدة هاجر يعني أرملت، يعني مشت بسرعة في المكان ده، فكأن هي قامت بالموضوع ده عن نساء العالمين كلهم، أما الرجال لا، فلازم يعني يمشوا بسرعة في المكان ده. دي كده لفتة إشارية في هذا الأمر. الأمر الثاني إن أنا أستشعر وأنا بين الصفا والمروة، أنا عندي في الحج عموما يا جماعة حاجتين، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. زي ما قلنا أنا بلف حول البيت الحرام في الظاهر، لكن في الباطن إيه؟ قلبي معلق أو معلق بهذا البيت، عشان كده أنا بلف شمال. طب بين الصفا والمروة أستشعر هنا مدى الجهد الكبير جدا والمشقة اللي عملتها السيدة هاجر عليها السلام، إن السعي بين الصفا والمروة ده تخليد لذكرى ستنا هاجر عليها السلام، أنها كانت متوكلة على الله سبحانه وتعالى وعندها يقين في ربنا وعندها ثقة في ربنا، وأخذت بالأسباب في البحث عن طعام أو شراب لابنها الرضيع سيدنا إسماعيل. فأنا أستشعر كل المعاني دي وأنا بسعى، إن المكان اللي احنا بنسعى فيه دلوقتي ده اللي هو مكيف وتحتيه سيراميك وما فيش مشقة كبيرة بالنسبة لنا، المكان ده والمسافة الكبيرة دي السيدة هاجر مشيتها 7 مرات في عز الحر والشمس فوقيها وماشية على الحصو والرملة والطوب، فأستشعر مدى الجهد ومدى المشقة اللي لحق بالسيدة هاجر، وكيف كانت أنها مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى، فلما أخذت بالأسباب أكرمها الله ونبع الماء من تحت أقدام ولدها سيدنا إسماعيل عليه السلام. أستشعر برضو المعاني دي وأنا بسعى بين الصفا والمروة. خلصت سعي بين الصفا والمروة، ببدأ أحلق رأسي، تمام، كرجل ينفع يحلق أو يقصر من رأسه، وكده تحللت من إحرامي. أما المرأة فبتاخد جزء من شعرها قدر الأنملة، ما تحلقش ومش لازم تقصر شعرها، لو خدت أي حاجة من طرف شعرها كده تحللت من إحرامها، وده برضو فيه تخفيف عن المرأة وفيه تكريم للمرأة. يعني ليه الشرع الشريف ما سواش بين الرجل والمرأة في مسألة حلق الشعر؟ ليه ما قالهاش تحلقي زي الراجل؟ قال هذا من باب التكريم للمرأة ومن باب التخفيف عنها، لأن الشعر المرأة من زينتها وتاج على رأسها، فمش هيجي الشرع الشريف يخليها تتخلى عن شيء عزيز جدا جدا على نفسها، لأن الشرع لو ألزمها بحلق الرأس فهي تكون بين أمرين، إما إن الست مش هتقدر تعمل كده، نفسيتها وطبيعتها مش هتقدر، لأن الشعر ده زي التاج على رأسها، فمش هتعمل وبالتالي كده ما امتثلتش الامر الشرعي فتقسم، او ان هي هتعمل وهي متضايقه جدا، يعني بتعمل حاجه غصب عنها، حاجه مش حباها بس بتعملها وخلاص مضطره فتحرم من الثواب. فخفف الشرع الشريف عن النساء في هذه الشعيره وقال لا تحلقي ولا تقصري، لو خدت بس كده جزء من شعرك قدر انمله الصباع ده خلاص تم الامر. كده انا خلصت العمره بتاعتي، طفت سعيت وصليت وحلقت كده خلاص، بخلع ملابس الإحرام بتاعتي واروح بقى للفندق اغير البس الهدوم الطبيعية بتاعتي، وعايز انزل وانزل اصلي في الحرم كل الفروض عادي ما فيش اي مشكلة، الى ان يأتي يوم الثامن، يوم 8 اللي هو يوم التروية. يوم التروية بقى بتبدأ افعال الحج. فيوم التروية وانا في الفندق في الأوضة بتاعتي بغير وبلبس لبس الإحرام وبغتسل وأنوي الحج بقى وأنا في الفندق بتاعي، وبعد كده بنتوجه إلى منى، نقعد في منى نبات فيها، وتاني يوم بعد الفجر بنبدأ نتوجه إلى عرفة. طيب المبيت في منى سنة،
يعني اللي عايز يبات في منى مفيش مشكلة، واللي مش عايز يبات مفيش مشكلة. وهنا بقى التيسير، إن منى منطقة يعني مش واسعة قوي، ضيقة، والخروج منها ممكن يكون صعب لو كل الملايين اللي بتروح تحج دي راحت باتت في منى يوم 8. فبالتالي احنا يوم عرفة المفروض نتجه إلى عرفة يوم 9، وده هنا عرفة هو الحج الأكبر، أهم ركن في الحج الوقوف بعرفة. فأنا لو رحت منى ممكن من شدة الزحام والكلام ده أتأخر في الذهاب إلى عرفة. فهنا لا مانع ولا حرج إن أنا يوم 8 ده ما روحش المنى، بل بالعكس يوم 8 أروح لعرفة وانتظر عرفة لحد ما يجي. فالمبيت في منى سنة، اللي عايز يروح خير وبركة، واللي مش عايز ما فيش أي مشكلة ولا حرج عليه، خاصة في هذا الوقت الشديد الزحام. بتبدأ بعد كده بنبدأ بقى يوم عرفة، قاعدين في عرفة، يبدأ بقى الوقوف بعرفة من بعد الظهر. فاللي هيدخل الصبح اللي يدخل الظهر، أول ما الظهر بيأذن بنبدأ نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد كده يبدأ الناس من بعد الظهر إلى قبيل المغرب في عبادة وفي تضرع وفي دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم شبيه بيوم القيامة، الناس كلها لابسة لبس واحد، الناس كلها متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، يتجلى الله على عباده بالرحمة والمغفرة في هذا اليوم المبارك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم. فيوم عرفة يوم التجلي من الله سبحانه وتعالى على عباده بالرحمة والمغفرة. فلازم الحجيج يشغلوا وقتهم في فترة عرفة من الظهر للمغرب بالذكر والدعاء والاستغفار. وأحاول بقدر الإمكان ما اشغلش دماغي بأي حاجة تانية. بعض الناس بقى شغلة دماغها بالأكل والشرب والتصوير بتليفون سيلفي، وقعدوا يكلموا قرايبهم، كل ده ماشي، بس ده مش هو ده الغرض. الغرض إن ده وقت، أفضل وقت هو هذا الوقت للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولتنزل الرحمات من الله على خلقه. فاستغلوا استغلال كويس، ذكر، دعاء، استغفار، قراءة قرآن، أي شيء. بعد كده بنبدأ نخرج من عرفة قبيل المغرب عشان نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. وهنا لو أنا خارج من عرفة والمغرب أذن عليا ما صليش، لو أنا في الطريق والمغرب أذن عليا ما صليش، ولو صليته هعيده تاني في المزدلفة. بروح المزدلفة بعد العشاء بصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وأمكث في المزدلفة شوية، أو يسن إن أنا أبات فيها. لو أنا قدرت أبات في منى دون مشقة ودون حرج ده أفضل. طب في مشقة، في عدد كتير، في عسر علي أو حرج علي، خلاص يبقى في هذه الحالة أخذ بالتيسير وأمشي من المزدلفة على طول إلى منى. فنزلت في المزدلفة بصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وباخد الحصو معايا اللي أنا هرمي به جمرة العقبة. حتى إن الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، يعني لو أنا جلست في المزدلفة بمقدار حط الرحال تم الأمر. يعني انا دوبك نزلت المزدلفه بمقدر ما بحط الشنط بتاعتي ومشيت تاني، خلاص انا كده عملت الشعيره دي. اللي عايز يبات فيها خير وبركه، بس هنا بقدر الامكان يا جماعه احنا بنلتزم بالفوج اللي معانا او الجروب اللي معانا. الجروب اللي معانا او الفوج اللي معانا منظمين نفسهم ان احنا هنعمل 1 2 3 4، ان احنا مش هنبات في منى وهنطلع على عرفه على طول يوم 8، وان احنا في المزدلفه مش هنبات، هناخد الحصى اللي موجود ونصلي المغرب والعشاء ونمشي. يبقى الاصل ان احنا في هذه الحاله نلتزم بالجماعه وما نحاولش نخرج عنها، لان الموضوع في مشقه ممكن يعني اوقع نفسي فيها لو انا خرجت عن الجماعه. والتيسير في هذه الامور ما فيهوش ادنى مشكله. لو احنا هنبات في المزدلفة بنخرج بعد شروق شمس يوم العيد، نتوجه إلى منى لرمي الجمرات. لو أنا هخرج بالليل برضو بتوجه إلى منى ما فيش أي مشكلة، وأبدأ في الغالب اللي هيخرجوا من المزدلفة هيوصلوا بعد الفجر، فنبدأ في رمي الجمار. وكان في قول كده ان الرمي يكون بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بس ده بيحصل فيه تدافع وناس كتيره ماتت، فاجيز الرمي على مدار اليوم والليله ما فيش اي مشكله ولا حرج في ذلك. ارمي في اي وقت يتيسر لك الرمي فيه. برمي بقى اول يوم، وبعد اللي هو يوم العيد، وبعد كده يوم العيد ده بقى هو اتمام شعائر الحج. في يوم العيد ده انا بروح منى برمي الجمرات، وبعد كده بحلق راسي، وبعد كده في اليوم ده بدفع الصك أو الهدي لو أنا بعمل تمتع أو قران، وبعد كده بنزل على مكة
أطوف طواف الركن اللي هو بنسميه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. يبقى أنا كده عندي أربع حاجات بعملهم يوم العيد، بأرمي الجمرات وأطوف وأحلق وأدفع الصك وأطوف. دفع الصك ينفع أن أنا أدفعه قبل كده، عشان كده أغلب الناس برضو اللي بيروحوا الحج بيدفعوا الصك أول ما بيروحوا، بعد ما يخلص العمرة يروح دفع الصك مقدما، فده ما فيهوش أي مشكلة. فأنا بعمل أربع حاجات، رمي الجمرات يوم العيد، يعني أربع حاجات يوم العيد: رمي الجمرات، الحلق، دفع الصك، بعد كده الطواف. أعمل إيه قبل إيه أو إيه بعد إيه؟ النبي قال لك افعل ولا حرج، يعني مش لازم ترتيب، وهذا من باب التيسير علينا. يعني أنا هروح أطوف الأول وبعد كده أرجع أرمي الجمرات. في ناس بتعمل كده يوم العيد بدل ما تروح منى، ومنى بتبقى زحمة قوي قوي في يوم العيد الصبح، والحرم أحيانا بيكون فاضي، فبيقول أنا ما عنديش طاقة أن أنا أروح أرمي في الوقت ده من شدة الزحام قبل الظهر في منى، فأنا هنزل على مكة أطوف طواف الركن وبعد كده أرجع على منى أرمي في أي وقت، ما فيش أي مشكلة. أحد الصحابة: يا رسول الله، يعني حلقت قبل أن أطوف، افعل ولا حرج. طفت قبل الرمي أو كذا، افعل ولا حرج. فدول أربع حاجات أنا بعملهم يوم العيد، ولا يشترط الترتيب، لو ما رتبتش مش مشكلة. وهذا من باب التيسير على العباد في هذه الشعيرة، في هذه الشعيرة العظيمة. خلصت كده منى وخلصت الحلق والتقصير. لو أنا في منى رميت يوم العيد وحلقت ودفعت الصك، كده أنا تحللت التحلل الأصغر، يباح لي أي شيء إلا العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الزوجين، لا تجوز إلا بالطواف. فده بنسميه التحلل الأصغر. وبعد كده نزلت مكة طفت طواف الإفاضة أو الركن، هنا بقى خلاص تحللت التحلل الأكبر اللي يباح لي فيه كل شيء بعد الانتهاء من هذا الطواف. بعد كده برجع لمنى بعد ما طفت طواف الإفاضة يوم العيد، برجع لمنى أقعد فيها يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لو عايز، وكل يوم بطلع أرمي الجمرات واجي أستقر في المكان اللي أنا فيه. المبيت في منى سنة عند بعض الفقهاء كالسادة الحنفية رضوان الله تعالى عليهم، فأنا عندي في مشقة تمنعني إن أنا أقعد في منى في الأيام دي، الأيام دي اللي هي يوم العيد والأيام اللي بعدها، منى زحمة جدا جدا وأنا ما عنديش مكان أو ما عنديش طاقة أقعد في منى إلا لو عملت مشكلة. في هذه الحالة لا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ارجع اقعد في الفندق بتاعك أو في أي مكان، وتعالى كل يوم ارمي الجمرات وارجع تاني. أهم حاجة يا جماعة في الحج إن احنا ما نجادلش، ما نعملش مشاكل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى مجرد الكلام البذيء ممنوع. فأنا هقعد في مكان في مشكلة، في زحمة، ده خد السرير، ده مش عايز يشغل التكييف، ده كذا، زي المشاكل اللي بتحصل في منى، يبقى الأسلم لي حفاظا على الحج بتاعي إن أنا أقعد في حتة تانية ما فيهاش مشاكل، لأن الجلوس في منى في هذه الحالة عند البعض سنة. طب أنا لو قعدت عشان أعمل السنة دي هعمل مشكلة، هعمل حرام، حجي ممكن يفسد، يبقى لا، أترك السنة حفاظا على الفرض وحفاظا على الحج. فهنا إذا تيسر لك الجلوس في منى دون أي مشكلة يبقى ده أحسن وخير وبركة، وهتعمل كل حاجة وتعمل السنة. طيب في مشكلة في الجلوس في منى، الجلوس في منى سنة عند بعض الفقهاء كالسادة الحنفية، ويجوز للإنسان أن يأخذ بهذا الرأي يعني إذا اضطر لذلك. بعد ما خلصت وخلاص خلصت كل حاجة في أول وتاني وتالت يوم، بنزل بقى إلى مكة بعمل حاجة اسمها طواف الوداع. طواف الوداع اللي بودع فيه البيت الحرام، وأطلب من الله سبحانه وتعالى إن هو يرجعني تاني وإن هو لا يقطع عني زيارة بيته الحرام. طواف الوداع ده يا جماعة بكل الناس اللي هم خارج مكة، اللي هم الناس الغرب عن مكة، اللي هم مش من أهل مكة، يعني زينا اللي جاي من مصر، من الشام، من العراق، من أي بلد، هو اللي بيطوف طواف الوداع. لكن أهل مكة نفسهم ما بيطوفوش طواف الوداع، لأن طواف الوداع بالنسبة لهم مش هم مش بيودعوا البيت، البيت موجود عندهم في أي وقت يروح يزوره ما فيش أي مشكلة. طواف الوداع ده عند بعض الفقهاء واجب وعند البعض سنة. فلو أنا مش عارف أطوف طواف الوداع لأجل الزحام، أو عندي مشكلة، أو عندي مرض معين يمنعني، في هذه الحالة ما فيش أدنى مشكلة خالص. كده ده يعني ده مدخل بسيط جدا أو موجز لأفعال الحج. هنبدأ بقى في المسألة الأولى في الكتاب اللي هي الإحرام من جدة. إحنا عندنا في مواقيت زمنية ومواقيت مكانية للحج. المواقيت الزمنية يعني الزمن اللي أنا ينفع أنوي فيه أو أحرم فيه بالحج
ثلاث شهور، ذو شوال وذو القعدة ومعاك العشر الأول من ذي الحجة. ده بنسميه التوقيت الزمني للحج. يعني ينفع ألبس لبس الإحرام من شوال وروح أقعد في الحرم أتسنى الحج؟ ينفع، ما فيش مشكلة. شوال وذو القعدة وذو الحجة، ده الإحرام بالحج. في بقى مواقيت مكانية، يعني أماكن مخصصة ما ينفعش أتجاوزها إلا وأنا محرم. فهنا عندي خمس أماكن: ذو الحليفة اللي هي بيسموها دلوقتي أبيار علي اللي موجودة في المدينة. فأنا عندي خارج من المدينة رايح مكة عشان أعمل الحج بتاعي أو العمرة بتاعتي، أول ما باجي عند أبيار علي دي المفروض إن أنا بأحرم من هنا، ما ينفعش أتجاوز الميقات، يعني أعد الميقات وأنا ما أحرمتش، يبقى كده لازم أرجع له تاني وأحرم منه، أو إن أنا أدفع دم هناك في مكة تعويضا لهذا النقص الذي حدث إن أنا تجاوزت الميقات وأنا مش محرم. فهنا المواقيت المكانية دي محددة وكل بلد عارفة الميقات بتاعها. بس هو السؤال، ينفع أنوي قبل الميقات؟ ينفع. يعني لو أنت في الفندق في المدينة ينفع تحرم وانت قاعد في الفندق قبل ما تروح لأبيار علي؟ ينفع، ما فيش أي مشكلة خالص. بعد كده في حاجة اسمها الجحفة. الجحفة اللي هي بيسموها رابغ الآن، واللي هي ميقات أهل الإيه؟ أهل الشام، وإحنا معاهم. بعد كده قرن المنازل، ودي لأهل نجد. بعد كده يلملم لأهل اليمن. بعد كده ذات عرق لأهل العراق. خمس أماكن محددة لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليها. أي حد من الجهة دي يبقى هيحرم من هذه الجهة. يعني في واحد مثلا مش عايش في المدينة، عايش في بلد تانية، لكن هو البلد بتاعته جهة أبيار علي، يبقى هو هيحرم لما يجي على أبيار علي. عشان كده مثلا احنا في المطار مثلا واحنا مسافرين من مصر، بعد ما الطياره بتقلع وقبل ما بنخش مثلا السعوديه بنص ساعه ولا حاجه، بيبدا كابتن الطياره يقول يا جماعه انا خلاص هنعدي اهو على الميقات بعد خمس دقايق بعد ثلاث دقايق، فجهزوا نفسكم وكله ينوي الاحرام يلا دلوقتي. فهذه المواقيت مواقيت لاهل هذه البلاد، المواقيت المكانيه، ولمن اتى عليها من غير اهلها. اي حد مش من البلد دي بس هيعدي من الناحيه دي، الاحرام بتاعه فين أو المكان بتاعه فين؟ المكان ده. الإشكالية عندنا بقى في الإحرام من جدة، ودي من المسائل المستحدثة اللي هي الإحرام من جدة. ينفع إن أنا أحرم من جدة؟ ينفع إن أنا أحرم من جدة. الفتوى الآن على جواز الإحرام من جدة. يعني إيه جواز الإحرام من جدة؟ يعني أنا مسافر من القاهرة أو من أي مكان والطيارة بتاعتي نزلت في جدة وأنا ما كنتش أحرمت لا في البيت ولا عند الميقات، لكن لما نزلت جدة وأنا لسه ما أحرمتش، ينفع أحرم منها من المطار بتاع جدة قبل ما أدخل مكة؟ الفتوى الآن على جواز الإحرام من جدة، وهذا من باب التيسير وإن شاء الله ما فيهوش أي مشكلة. لكن قدر الإمكان يا جماعة نحرم من البيت من باب الاحتياط، أو نحرم من المطار بتاعنا، أو نحرم قبل الميقات عشان ما أوعش نفسي في مسألة خلافية. لكن على فرض ان انا نسيت، ان انا نمت، حصل اي ظرف فما نويتش او ما احرمتش، يبقى احرم ما فيش مشكله خالص من جده. فاول مساله ان اي حد هيعدي على جده من الجو او من البحر وهينزل في جده، سواء هو مسافر بالسفينه او مسافر بالطياره، اول ما ينزل في جده وقبل ما يتوجه الى بيت الله الحرام ينفع ان هو يحرم، ما فيش اي مشكله خالص. طيب، بعض الفقهاء أجاز هذا الأمر وما فيهوش أي حرج. المسألة الثانية تكرار العمرة. تكرار العمرة يعني إيه؟ يعني أنا عايز أعمل عمرة كتير، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا، وتكرار العمرة ثوابها كبير جدا وأجرها عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فأنا شخص مقتدر وعندي مال وعايز أعمل كل شهر عمرة، ما فيش أي مشكلة. لكن بنقول على الجانب الآخر هناك أمور قد تعظم وقد يعني تزيد على ثواب العمرة، وهي الأمور الخاصة بالتخفيف عن الناس وجبر خواطر الناس ومساعدة الخلق. يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال خير الناس أنفعهم للناس. وأي الأعمال أفضل؟ قال سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه دينا.
سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إذن التخفيف عن الناس ومساعدة الناس والأخذ بيد الناس وجبر خواطرهم، ده من أعظم القربات والأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنت متعود أنك أنت تعمل عمرة بصورة مستمرة، لكن طرأ عندك ظرف معين أن في واحد محتاج فلوس يعمل عملية، محتاج يسدد الدين، واقع في مشكلة كبيرة جدا فمحتاج فلوس، فالأولى في هذه الحالة بدل ما تعمل عمرة تساعد هؤلاء الناس، وثوابك عظيم جدا عند ربنا. لكن عموما تكرار العمرة ما فيهوش أي مشكلة خالص. وفي الحديث الشريف: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. النبي بيقول كده، عمرة في رمضان تعدل يعني تساوي حجة معي. فبقدر الإمكان قدرت تعمل عمرة في رمضان يبقى خير وبركة، وما تنسناش من دعواتك هناك إن شاء الله. هتعمل أكتر من عمرة ما فيش أي مشكلة. فهنا سيدنا النبي لما بيقول لنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحديث ده بيفيد بالظاهر بتاعه السنة في العمرة، إن السنة تكرار العمرة، ما فيش أي مشكلة لو أنا كررت العمرة، ليس علي أدنى حرج، سواء هعمل العمرة دي كل شهر، هعملها كل شهرين، هعملها كل يوم. يعني لو أنا رحت للكعبة المشرفة زي ما احنا بنروح كده قبل الحج بعشر أيام مثلا تقريبا أو سبعة أيام حسب الرحلة، وعملت العمرة بتاعتي أول يوم، ينفع أعمل عمرة تاني يوم؟ ينفع، ما فيش أي مشكلة خالص. ينفع أعمل عمرة تالت يوم؟ ينفع، ما فيش أي مشكلة خالص. طب أنا رايح أعمل عمرة، عايز أعمل عمرة كل يوم، ما فيش أي مشكلة خالص. عايز أعمل عمرة لأبويا لأمي لأي حد، ينفع، ما فيش أدنى مشكلة خالص. يبقى تكرار العمرة أمر جائز لا إشكال فيه. طب أنا رحت أعمل رايح في أيام الحج، فبنزل أعمل عمرة زي ما قلنا، لأن أنا متمتع قبل العيد بأربع خمس أيام عملت العمرة، وبعد كده بنتظر عشان أعمل الحج، ففي الأيام دي عايز أعمل عمرة تاني، ينفع، ما فيش أي مشكلة خالص. بس لو عملت عمرة تاني لازم أخرج من مكة أروح للتنعيم اللي هو مسجد السيدة عائشة، أحرم من مسجد السيدة عائشة. يعني مثلا يا جماعة، أنا رحت يوم أربعة ذو الحجة رايح أن أنا أعمل عمرة وحج، فبنزل الفندق بحط الشنط وبطلع على البيت الحرام بعمل عمرتي وأتحلل منها خلاص، وبعد كده برجع الفندق بغير وبلبس اللبس الطبيعي بتاعي. عايز أعمل عمرة تاني يوم أعمل، ما فيش مشكلة، بس أحرم منين؟ لازم أروح مسجد السيدة عائشة أحرم منه وأرجع على مكة أعمل العمرة بتاعتي. طيب لو أنا أحرمت من الفندق بتاعي، يعني أنا أحرمت بالعمرة التانية من الفندق، مرضتش أروح عند مسجد السيدة عائشة، في هذه الحالة عمرتي الصحيحة، لكن لازم أدفع دم، لازم أدفع صك شاه خلاص، تعويضا لهذا النقص اللي المفروض ان انا ما احرمش من الفندق، احرم من مسجد السيدة عائشة. طالما احرمت من الفندق يبقى ادفع صك. وانا قول ابن حزم وغيره من العلماء انه لا يجب عليه، يعني ما يجبش عليه شيء، لكن الاولى لا، هعمل عمرة تاني اروح لمسجد التنعيم. لكن ما فيش مانع من باب التيسير على الناس، ان لو انسان مريض او كبير في السن قاعد في الفندق بتاعه وعايز يعمل عمرة تانية ومش هيقدر يروح مسجد السيدة عائشة يحرم ويرجع تاني، في هذه الحالة ما فيش مانع ان احنا نفتي له بالقول التاني انه يروح يعمل عمرة ولا يجب عليه شيء. اما الانسان الصحيح اللي ما عندوش مرض وعنده المقدرة يروح مسجد السيدة عائشة، بنقول له لا، انت تروح مسجد السيدة عائشة وترجع تاني. مراعاة التيسير يا جماعة في الحج والعمرة مهم، بس لابد ان يكون التيسير تيسير منضبط. منضبط يعني ما فيهوش افراط ولا تفريط، بقدر الإمكان أحطاط وقدرت أعمل كل حاجة في الحج بما لا يشق علي وأنا قادر أعمل، يبقى المفترض أعمل. سيدنا النبي يقول للسيدة عائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني الأجر بتاعك على قد التعب بتاعك. فهتتعب شوية والموضوع هيكون شق عليك شوية، ثوابك بيعلى، أجرك بيزيد. فأنا دلوقتي قاعد في الفندق وعايز أعمل عمرة تانية وأنا كويس وصحيح مفيش أدنى مشكلة، خلاص أطلع على مسجد السيدة عائشة أحرم وارجع تاني أعمل عمرة. طب إنسان مريض كبير في السن، في هذه الحالة نقول له خلاص يريد الله بكم اليسر، أقعد وينوي من الفندق بتاعك. طيب أنا خلصت الحج يا جماعة، خلصت أعمال الحج، عايز أعمل عمرة تاني وتالت ورابع وأنا قاعد في مكة،
ينفع أعمل، ما فيش أي مشكلة خالص. يبقى تكرار العمرة ما فيهوش أدنى مشكلة، سواء هتعمل عمرة على فترات متباعدة كل شهر كل شهرين ما فيش أي مشكلة، هتعمل عمرة كل يوم وانت قاعد هناك ما فيش أدنى مشكلة خالص. بعد كده تقديم، أو المسألة الثالثة، تقديم السعي على الطواف. تقديم السعي على الطواف، احنا قلنا الأصل ان السعي بيكون بعد الطواف. يعني احنا اول حاجة بنروح بنطوف، وبعد ما بنطوف بنسعى بين الصفا والمروة. طيب انا في مشقة تمنعني، او في حرج، او في سبب يمنعني ان انا اطوف الاول قبل ما اسعى، انا عايز اسعى الاول قبل ما اطوف، لوجود عذر، لوجود سبب، لوجود مشقة معينة، فأنا هسعى الأول وبعد كده أروح أطوف، برضو من باب التيسير مفيش مشكلة، طالما أنك أنت عندك مشقة أو الأمر يصعب عليك أنك أنت تبدأ بالطواف وبعد كده تروح تسعى، لا مفيش مشكلة أنك أنت تبدأ تسعى وبعد كده تروح تطوف. فعن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال، يعني الناس بتيجي تسأل النبي، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج. واحد يجي يقول له: يا رسول الله أنا عملت حاجة قبل حاجة، أنا سعيت قبل ما أطوف، فالنبي يقول له: لا حرج. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسر علينا وبيسهل علينا، لأن أمر الحج شق جدا وصعب جدا والدنيا زحمة، فممكن أنا كشخص عندي ظرف معين يمنعني ان انا ارتب بين افعال معينه بعضها وبعض، في هذه الحاله النبي قال له لا حرج. فهذا برضو من باب التيسير، يجوز للانسان ان يقدم السعي على الطواف، لكن زي ما قلنا هنحتاط، مش يعني مش عمال على بطال كده نروح نسعى وكده نطوف، لا، احنا بقدر الامكان بنحاول نعمل كل حاجه زي ما هي على قدر امكانياتنا وطاقتنا، لكن هنا انا تعسرت هنا او تعذر علي الفعل ده كما ينبغي، يبقى في هذه الحاله اخذ بالتيسير. فإذا كان الزحام شديد جدا وأنا خايف إن أنا معرفش أعمل العبادة إلا بمشقة، أو الموضوع هيتعبني، فأنا قلت هروح هسعى الأول بين الصفا والمروة لحد ما المطاف يخف شوية وحوالين الكعبة الناس تخف شوية، فأروح أطوف كويس في 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 وقت ما فيهوش زحمة عشان أطوف كويس وأستحضر كويس ويعني أنتبه للطوف كويس، في هذه الحالة مفيش أي مشكلة. فشدة الزحام خاصة في هذه الأيام من الأسباب التي تبيح وتجوز تقديم السعي على الطواف. وهذا إنما يدل يا جماعة على عظمة هذا الدين وجمال هذا الدين ورحمة هذا الدين بالعباد. هذا الدين باختصار ما جاء إلا ليراعي مصالح البلاد والعباد. يعني لما حد يقول لك الإسلام هو إيه، أو الإسلام وظيفته إيه، أو جاي يعمل إيه، يحقق مصالح البلاد والعباد. فعشان كده ما فيش مشقة في أي عبادة عندنا، وأي مشقة تلحق الإنسان في أي عبادة تجد الشرع الشريف في ظهره يخفف عنه، المشقة تجلب التيسير. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونشوفكم على خير في موعد تاني إن شاء الله. السلام عليكم.